شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد القوس بالأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني جانوري؟ عزيزي القوس، طبعاً بدي أقول لك أنه كنت بفترة كتير دقيقة وكنت ضعيف قدام بعض الخصوم، بس هلأ إذا بدك تعقد مواعيد وتخرج إلى الضوء والتعبير عن حالك وعن نفسك وعن أفكارك، عمول هالشي بين الأحد 23 والثلاثة 25، يعني هلأ آخر أسبوع. أنا بعرف أنك أنت ما بتصبر على مرادك، إذا بدك شغلة بدك إياها، ولكن هالميزة السيئة لديك يمكن تسبب لك المتاعب بهالفترة. التسرع رح يسبب لك متاعب، بيتدخل عنصر من الماضي حتى يحاسبك إذا ما اعتمدت الحكمة والدراية، وهالشي بين الأربعاء والخميس. تتاح لك فرص عاطفية واجتماعية مميزة، تنقذك التطورات كمان بين الجمعة 28 والسبت 29. يمكن تبلش بمشروع جديد أو تطلق فكرة أو عمل مهم وتفكر بشي جديد وتقيم بعض الحسابات وتراجع مصرف مثلا، أو تطالب بشروط مادية بتناقشها بين الأحد 30 والتنين 31. كن جدي جدا بنهاية الشهر، ما تترك مجال للملابسات.